السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقائنا في جزئنا الثاني من قصة شعب. وصلت بنا القصة إلى أبرز ملامح أو ما تميزت به الخلافة الأموية في بداية تقريبا القرن الثاني. يعني ما هي أبرز الملامح في ذلك قبل السقوط؟ ذكر ضيفي الكريم في ذلك أنها كانت أولا قربها من الخلفاء الراشدين أعطاها شيئا من التميز في هذا الباب. الأمر الثاني أنهم أول من غيروا في أنظمة الحكم إلى حد ما، من حكم يقوم على شورى، على الاختيار، على الشعب وما يريد في اختيار أبرز الشخصيات الموجودة، إلى الحكم الوراثي. وكان هذا أول انحراف ربما في قضية التوريث في الإسلام. ثم أقاموا دولة مدنية، يعني ربما هي الأبرز في حياة بني أمية إقامة الدولة المدنية. المقصود بها دولة مدنية فيها دواوين، فيها أرشيف، فيها جيش منظم إلى حد ما، فيها تسلسل الهيكلي والتسلسل الهرم الإداري والمالي وما إلى ذلك، فيها الأمصار، فيها يعني تنظيم إلى حد ما. ثم الحركة الأدبية والثقافية التي كانت بداية ما أكمله العباسيون في عهدهم. هذه تقريبا أبرز الملامح، إن كان لضيفي الكريم دكتور صالح بعض الملامح حول ذلك. فأنا كنت قلت قبل الفاصل أنه يعني كانوا قساه مع أهل اليمن. أولا كيف عرفت قسوتهم في ذلك؟ يعني من خلال كتب التاريخ. أنا لم أعش القسوة هذه. يعني من خلال كتب التاريخ. أولا تغيير نظام الدفع من العشري إلى الخراج. الخراج أكبر من العشري. وهذا أعتقد كان الإمام يحيى والإمام حقد عملوه مع المناطق الجنوبية في المملكة اليمنية، من خراجية إلى عشرية، من عشرية إلى خراجية. فهذا طبعا أرهق أهل اليمن. يعني معناته زيادة ما يدفعونه من حاصلاتهم. بس كجزيرة عربية هل كانوا ينظرون اليمن أنها سلة غذاء مثلا؟ يعني ربما تكون سلة غذاء، لكن مش بالطريقة هذه سلة الغذاء. إنك تطلب منهم، لأنه هذه تدفع وليست مدفوعة الثمن. هذه تدفع منهم، يعني تهامة تدفع لهم، حضرموت تدفع لهم، تعز تدفع لهم. يعني من عنده صناعات يدفع، من عنده زراعة يدفع، يعني من عنده تجارة يدفع. إذن شيء آخر أيضا في نفس الاتجاه، نوع الولاة الذين يرسلون، نوع الولاة مثلا عثمان بن عفان الثقفي، بني ثقيف يعني من الطائف، أبي بن سفيان، محمد بن يوسف الثقفي. يعني كلهم كانوا إلى حد كبير قساه في تعاملهم مع اليمنيين. يعني ربما أرسلوا من يناسبنا؟ ربما لا، ربما كانت النظرة أن أهل اليمن هم أكثر من وقف مع الإمام علي، وأكثر من وقف مع عبد الله بن الزبير أيضا. فربما شعروا أن أهل اليمن هؤلاء بحاجة إلى, 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 إلى حاكم أو إلى عامل قاسي معهم. الشيء الآخر، يعني الدولة الأموية ربما الترف زاد فيها، ترف الخلفاء، يعني خاصة من عبد الملك بن مروان أو مروان بن عبد الملك ويزيد بن هشام، يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وما بعده. وحتى أنه قيل، ولا أدري إن كان ذلك صحيح أو لا، أنهم اختلقوا أحاديث أو طلبوا من علماء يتبعون السلطان اللي وضع أو يقول أحاديث أو تغيير أحاديث تقول أنه بني أمية في الجنة، وأن الخلفاء لا عقاب ولا حساب عليهم. مهما عملوا، مهما أخطأوا وأصابوا، ليس عليهم حساب ولا عقاب. هل تقول بعض كتب التاريخ أنهم يعني هكذا كانوا، وكأنه أعطوا أنفسهم يعني شيك مفتوح لعمل أي شيء. فربما هذا الترف الذي حدث في أواخر عهد الدولة الأموية في نصفها الثاني، ربما هو الذي ساهم في انهيار الدولة الأموية. شيء آخر أيضا، الاهتمام بالجنس العربي، ولكن بالجنس المضري وليس العربي الجيسي والمضري في التعامل. يعني الاهتمام بالجنس العربي صحيح عكس الدولة العباسية، لكنه بالجنس المضري ومن بني أمية بالذات، قومية إلى حد ما، يعني قومية لكن فيها شيء من الانحياز إلى يعني جهة معينة.
من هذه القومية. لكن الأول اللي هي حقيقة أنت ذكرت أنت قضية أنه إعاز، ربما قد يختلف البعض في ذلك، قد يقول هذا الكلام إعاز إلى البعض بقضية أنه يختلق أحاديث، أو كذلك الذي أثبت أكثر أنهم كانوا يأمرون الخطباء بالدعاء لهم بالدعاء لهم. هل هذا كان ردة فعل أم هو فعل ولد ردة فعل لما نتج من التشيع؟ يعني وجد من تشيع مثلا لعلي بن أبي طالب وبقوة، نعم. حتى ولد من اختلق أحاديث، يعني اختلق أحاديث نعم. للتشيع علي بن أبي طالب، منهم من رفعوه مقام وكذا. هل هذا ردة فعل لهذا أم هذا ردة فعل؟ ردة الفعل تكون بزيادة التقوى وليس بزيادة الترف وبإبعاد أي شيء يخوفهم من الحساب والعقاب، وأنه يعني هم يعني أعطوا أنفسهم حصانة أو عصمة من العقاب والحساب والثواب يعني. وكان وفعلا يعني زادت الجواري، زاد الغانيات، حتى قيل أنه في بلاط الخليفة يعني يشرب المحرمات تشرب يعني في ترف، بعضهم حتى وسم بعضهم بالفسق وبالكذا نعم. وبين ذلك. ففي يعني حتى اعتقد حتى حسن البصري يتحدث عنهم والطبري يتحدث حتى عنه، اتهم يزيد واتهم يزيد وكذا. يعني فقصدي انه دائما ابن خلدون قال دائما الدوله تبدا قويه وبعصبيتها وتنتشر وتتوسع، واول ما يبدا الترف في الخلفاء يبدأ السقوط، يبدأ الانهيار. يعني يبدأ الانهيار الدولة وتبدأ انهيار الحضارة. فيبدو أنه هذا لعبد الرشيد. الشيء الآخر كانوا قساة مع أهل البيت، يعني أن يقتل في يوم واحد معظم أهل البيت في كربلاء، هذه قمة القسوة لا شك. قلت أكيد كانت مظلمة، يعني مظلمة يعني كانت قسوة أنك يعني تبيد أهل البيت يعني، وبصور وحشية الطفل يعني وبصور وحشية، بصور وحشية يعني. أيضا هذه يعني اتسمت بها أيضا حكمهم، واتسم بها أيضا تعاملهم مع العلويين، وتعاملهم أيضا مع العباسيين، وتعاملهم مع من خرج عن دولتهم. يعني عندما مثلا عبد الله بن يحيى الكندي جاء وحاربهم ووصل إلى أبواب دمشق وقطعت رأسه، يعني أرسل ابن عطية ليقيم مذابح إبادة في حضرموت، حرب يعني تصفيات، يعني تصفيات بالآلاف، جرائم جماعية يعني بالطريقة هذه أنت لا تجمع يعني الشعب. هذا لكن لا يعني هذا أنه بني أمية لم يبنوا يعني مساجد ضخمة وقصور ضخمة، يعني الجامع الأموي أعتقد معلم من معالم دولتهم الأموي. يعني وجامع ضخم وكثير تحمل الشام والعراق نعم. لكن حتى أنا حقيقة لا أوصف في ذلك، حتى لأنه أنا أريد أن أنت النص الحقيقة بالخلافة العثمانية والدخول في التاريخ المعاصر إلى الحلقة نعم. رقم 20 حتى يجد لنا وقت، أن بداية العصر الحديث هو اللي بيسوي لنا إشكالية. أما منه الدولة الأموية هذه أسباب الانهيار، سقطت هذه من أعوام الانهيار. طيب هذه من هل هذه الأسباب هي التي جعلت بني يعني العباس هذه من أعوام الانهيار وسهلت لبني العباس اسقاط الخلافة يعني، وجاءت في عهد يعني ربما أضعف خليفة أموي مروان بن محمد، واللي سمي للأسف الشديد بالحمار لصبره، ربما لصبره وربما لعدم لضعفه. قيل أنه كان خاض معارك كثيرة وكان يحب الخوض، ربما لصبره وربما لضعفه. يعني على كل أن الحمار يعني شعار في أمريكا، شعار الحزب أعتقد الديمقراطي، يعني نحن اللي العرب اللي نحاول نتعامل مع الحمار، وأن الحمار هو صبور. ولماذا الحمار اختير بالذات؟ يعني يعني إذا سبيت شخص سبه بالحمار، أقصد ما الفارق بينه وبين بقية الحيوانات يعني؟ لكن تسمية غريبة يعني لخليفة. ربما المؤرخين فقط الذين طبعا المؤرخين هم مصيبتنا المؤرخين، يعني كل مؤرخ يكتب بالطريقة التي يمليها على عواطفه أو ميوله، سواء كان ميوله المذهبية، ميوله السياسية، ميوله السلطوية. ولهذا في البداية قلت لك التاريخ لا يكتب مرة، التاريخ باستمرار يكتب، تجدد أول بأول، وكل جيل سيكتب التاريخ بالطريقة التي يرى فيها الماضي. جميل. يعني جيلنا يرى الماضي بعين معينة، الجيل الذي سيأتي بعدنا من أحفاده سيرى بعين أخرى، وربما سيجد وثائق ومصادر جديدة لم نطلع عليها نحن. صحيح.
ربما. طيب دعني أدخل أنا على العباسيين. على العباسيين. ما الذي جعل كيف نشأت فكرة العباسيين عام 132 يعني الدولة العباسية هم يعتبروا إنه الخلافة أيضا حق لهم واغتصبت منهم وإنه اغتصبت منهم لكونهم اغتصبت من من, من 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 علي واغتصبت من العباس لأنهم آل البيت يعني هم آل البيت ولكنهم الفرع الثاني وليس الفرع الأول باعتبار أن علي بن أبي طالب أقرب واغتصبت منهم. الشيء الآخر العباسيين أو العباسيون ارتبطوا بالفرس ببلاد فارس وخاصة بأهل خراسان. كيف يعني معظم عاشوا معهم يعني مبدو عاشوا معهم معظم جندهم ومعظم من ناصرهم هم من الخراسانيين وقائد جيشهم الذي قاد معركة إسقاط الدولة الأموية هو أبو مسلم الخراساني ومعظم وزرائهم جاءوا من الفرس بما فيهم البرامكة والذين يعني معروفة قصتهم في عهد هارون الرشيد. فبالتالي بدت الأمصار غير العربية تسيطر. يعني شوف الدولة الأموية السيطرة للجنس العربي ولكن لنوع أو لجهة من الجنس العربي. الدولة العباسية بدأت السيطرة من البداية لبلاد فارس. بس الأدوات التي استخدمتهم. الأدوات طبعا يعني جندهم وضباطهم ووزرائهم من بلاد فارس. وهذا اللي جعل فيما بعد أنه الوزراء من فارس والضباط كبار الضباط هم المسيطرين على الخلافة. والخليفة أصبح يعني خاصة عندما انتهى العصر الذهبي للخلافة العباسية يعني انتهى بهارون الرشيد والمأمون والأمين والمأمون وبدأت الخلافة العباسية تضعف بدأت الانحدار في الخلافة دائما ودائما حتى في العهد اليمني. يعني مثلا نأتي للدول اليمنية عندما ضعف الحاكم اليمني يعني الموالي هم اللي حكموا بنو النجيح وغيرهم نعم. ودائما يقولوا عبد السلطان سلطان سلطان يعني يتحول الى سلطان والجابي والبواب والجابي والبواب والحاجب كله يتحول الى سلاطين هم السلاطين في هذا الزمان. لكن اقصد انه بالنسبه لبني العباس يعني بنو اميه كان لاهل اليمن في عهدهم حضور قوي نعم. في بين العباس الظاهر لم يكن هنا لم يكن استعانتهم بالفارس استعانتهم بالفارس بنو اميه لانه ما زالوا يتعاملوا مع اهل اليمن كعرب ولكن بدرجة أقل من المضريين ومن الأمويين بالذات. لكن بن العباس أول واحد جاء معا بن زائدة ليواصل القتل مباشرة يعني ضد الخوارج وضد من كانوا مع عبد الله بن يحيى الكندي. معا بن زائدة يمكن قتل أكثر مما قتله يعني من أرسله مروان بن محمد يعني بالتالي كأنهم بدأوا بالدم. الشيء الآخر حتى السفاح يعني والسفاح سمي السفاح طبعا أيضا هم غيروا العاصمة وغيروها إلى بغداد. لكن قصة بغداد مشهورة أنه الخليفة أبو جعفر المنصور قيل أنه نشر لحم أو نثر لحم في أكثر من منطقة فالمنطقة التي بقي فيها اللحم طريا أكثر فترة أطول اعتبرها عاصمة له وهي بغداد. فبنى بغداد شوف دمشق معاوية الكوفة علي بن أبي طالب الآن انتقلت العاصمة إلى منطقة جديدة إلى مدينة جديدة بغداد. سننتقل إلى بغداد لكن في الحلقة القادمة إن أذنت لي في ذلك لأنه يعني شوقتنا أنت لقضية اللحم الطري وهذه الأمور كذا فنحتاج إلى فاصل وخاصة أنه يعني مساء رمضان بعد الإفطار الله يسعدك يا دكتور. طيب أعزائي المشاهدين أستسمحكم عذرا أن أقف هنا. كيف نشأت بغداد؟ بغداد اسم حقيقة كبير جدا ولذلك تباكى الكثير جدا من 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 المسلمين والعرب عندما سقطت بغداد في بداية 2000 2001 2002 2003 وهذه الفترة التي ذهبت فيها بغداد ونهب فيها تاريخ بغداد من متاحفها. وأظن ضيف الكريم سيذكر لنا زيارته إلى بغداد وذهابه إلى هذه المتاحف إلى تاريخ كان مرصع حقيقة على الأحجار وعلى النقوش وعلى المخطوطات. شيء عجيب جدا جدا بغداد يعني تصبح كان لم يكن فيها شيء. أجدكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.